المحسنين اصحاب الدوله الناس اللي كتعرفوا بينكم وبين الله. جيبوا من حالي راه تحقرز. انا عندي نتوبه والله، هاد العيالات غلبوني وهاد الناس غلبوني وكلهم داروني في قاعي طلحوني في الزبل حاشا كنستحموش. عيط عليا شي بيرو وحقق معايا وغنعاود لك بالتفاصيل وبالسميات وبالكنيات. عاي الا كنت كذبت صيفطني باش ما بغيتي للحبس. السلام عليكم. فاطمة محبوبي من دينا القديمة. هذه الرسالة كنوجهها للسي الحموشي عبد اللطيف الحاج الحموشي. كنوجه ليه هذه الرسالة والله يرحم ليه ميمته اللي شتو غادي بال الحج. الله يرحم لك ميمتك السي عبد اللطيف والوالي ديال الأمن الدار البيضاء. راني تحقرت من واحد الورد، وهاد الورد ماشي مشى ليا غير هكاك، مشى ليا بإيد مسؤولين. هاد الورد مشى ليا بإيد المسؤولين، مسؤولين كبار في الدولة، شي في المحاكم وشي في الكوميسيريات الدائرات. سي حموشي أنا مزوقة في كفر الله وفي الميمة ديالك. إلا ما شوف لي حقي راني تحقرت في وسط هاد المدينة القديمة، راه ما عرفتش فين نعطي راسي. راني 7 سنين وأنا مع المحامي، والمحامي ما عرفش منين يدخل ليا ومنين يخرج ليا، ما قالوا ليا حتى شي حاجة. وبالخير تلاحيت للزنقة سي حموشي. أوالي الأمن أنا مزوقة فيكم وفي والديكم وبوليداتكم. إلا ما شوفوا من حالي راني دابا تشردت، راني مشردة وبنتي بالغربة، وبنتي بالغربة 7 سنين ما جتها، وما عندناش بي غنتجمعوا، ما عندناش بي غنبركوا. دار وقهوة الدوانية شي عيالات في زنقة حمد الشرايبي في المدينة القديمة، وأنا وارثة شرعية، عندي ورقية، عندي لاكارت لاسيونال على الدار، عندي الإراثة، عندي ثبوت النسب، خوتي باعوا ما مشطبينش على الحالة المدنية، الحالة المدنية باقا محلولة. وأنا هاد السيد اللي شرا من عندهم قال لي يعطيك 6 مليون وتعطيني حقك. أنا بغيت فين نعس، أنا بغيت أسيدي فين نموت، أنا بغيت فين نتجمع. جمعوا شملي السي حموشي الله يرحم لك ميمتك، نتا هو ولي الأمن، جمعوا لي شملي وشدوا لي حقي. راني تحقرت للأرض، تحقرت حتى للأرض. حقروني هاد الناس لا من المسؤولين الكبار، ودينا السي حموشي غوت عليا ودخلني لابيجي. ونعاود لك بالسمية وبالكنية، من وكيل الملك حتى الكبار ديال الدائرات، منهم بوليس، منهم أعوان، منهم محاكيم، منهم قودات. هادو كلهم أسيدي مشى ليا حقي بإذنهم هما وبسببهم هما. إلا كانوا الفلوس كيشردوا بنادم بالزنقه واحد اخر ياخذ الحق باطل، هادشي راه ما تيبغينا الله العبد. وراه عندنا انت الله، انت والله اللي عندنا السي الحموشي عبد اللطيف. انا بغيت ربي يرحم لك ميمتك، انا بغيت ربي يرحم لك ميمتك ويعلي درجتك. راه حنا المغاربه كلنا كنعتمدوا عليك السي عبد اللطيف، حيت انت الواحد اللي بقيتي عندنا في هاد البلاد، انت الواحد اللي كتشدنا حقنا، وانت الواحد اللي كتحيد عنا الحقره. حيد عليا الحقره السي عبد اللطيف، الله يرحم لك الميمه اللي بالقبر. وانت راه مرضي والعالم كله كيعرفك مرضي ومحترم وعندك قيمه، وكنبغيوك وكنموتو عليك. العار السي عبد اللطيف انا مزوقه لك في هذيك الميمه اللي كنتي جار في الكروسه للحج، غادي بها بيدك للحج. الى ما شوف من حالي، شوفوا من حالي المحسنين، الناس اصحاب الدوله، الناس اللي كتعرفوا بينكم وبين الله. جيبوا من حالي راه تحقرز. هادشي اللي داروا لي هاد الناس راه ما عمرو ما يتعاود ليا. كنبغي نمشي محكمه الاسره، صيفطوني 3 مرات للحبس، داو لي دار، داو لي قهوه، شردوني، داو لي حوايجي، ضربوني والجرح بالسيرتيفيكات بالوراق بكلشي. المسؤولين، المسؤولين راه كلشي عندي بالدليل وبالحجه. انا مزوقه في كاس السي عبد اللطيف، انا بغيت ربي يرحم لك ميمتك. راه ما لقيت لمن نتاجع، ما لقيت لمن نهضر، لا مع من نقول، لا على من نشكي وعلى من نبكي، الا الله وانت السي عبد اللطيف والوالي ديال الدار البيضاء.
راني مرا موسين ناس سينام صورت ماما حمد علي كلاي ما خليت ما درت سبعات لغات دوزت فالدنيا دوزت مزيانة وكلشي الناس يعرفوني من ايام الحاج بريك وبشعيب بوعنان بعت المسكة خرج الجورنات ما خليت ما درت وهاد الناس حقروني هما مسؤولين الكبار هما المسؤولين الكبار هاد العيالات هاد العيالات البركه ليا دابا في الدار وداو ليا القهوه وداو ليا الدار وداو ليا حقي اختيره باركه معاهم حاليا وراني ما لقيت لمن نقول لمن نشكي صيفطوني في 6 شهور الاولى وصيفطوني في شهرين وصيفطوني في 4 شهور بغيت نعرف علاش بغيت نعرف علاش داو ليا دار وقهوه وشردوني للزنقه دابا انا حاليا السي عبد اللطيف الله يرحم لك ميمتك انا حاليا بركة عند واحد الناس عطيني واحد نص سبيس دابا بنتي باغا تدخل 7 سنين ما شفت بنتي الله يخلي لك وليداتك السي عبد اللطيف 7 سنين ما شفت بنتي وتحرمت من بنتي وشردوني وهادشي راه ما تبغيش انت السي عبد اللطيف ووليد الامن ما كتبغوش الحوره ما كتبغوش الدم وانا راه ما لقيت حتى حد لقيتكم نتوما والله وانتوما والله اللي كنقول لكم يوميا نشوفكم ونتلاقى معكم وربي كتبني لكم في هذا النهار وهذه ليله الجمعه وهذه ليله الجمعه كبيره عند الله انا بغيت ربي السي عبد اللطيف يرحم لك ميمتك ويخلي لك وليداتك وصحيحتك الى ما دافع على هذه اليتيمه لا ولا ما عندي لا لا دار لا دوار والو سير عموجي ما عندي تا حاجه كلشي داو ليا كلشي خداو ليا ونصبوا عليا وصيفطوا لي ثلاث مرات العز وخوتي بعين وما مشطبيش على الحل المدنيه والحل المدنيه بقى محلوله وانا السيد طمعني قال لي نعطاك بلا ما نقول لك سميتو عيط عليا سيدي لابيجي ونقول لك سميت المسؤولين اللي داخلين في هذا الشيء اللي داخلين في هذه المعمعه سميت المسؤولين فيهم وكيله فيهم وكيل فيهم جوج قودات وفيهم بوليس كبار وما نقدرش نقول سميتهم هنا حيت من بعد دابا غندير هاد الفيديو ولا يقدروا يصيفطوا لي للحبس شكون اللي غيصيفطني دوك العيالات الدوليه الدار حيت معروفين هما تما في المدينه ودابا حاليا راه خفت نمشي من هنا يصيفطوني للحبس انا مزوقه بك السي عبد اللطيف انا مزوقه لك في المهمه اللي في القبر انا مزوقه لك في الصحيحه السي الوالي ديال الامن سمحوا لي راني ما قاريه ما فاهماش راني كنقول لك شي اللي قال لي قلبي تنقولو انا مزوقه فيكم انا مزوقه بك السي عبد اللطيف انا مزوقه فيك انا بغيت ربي يرحم لك ميمتك وعطيك ما تمنيتي عند الله الله يرحم لك الميمه الا ما فتح معايا هذا الملف وشوف امري عايله كنت كذبت صيفطني باش ما بغيتي للحبس وانا راه بنتكم انا راه بنت الحكومه انا راه بنت الدوله هادشي اللي غنقول لك السي عبد اللطيف راني تغلبت وتحقرت وانا مزوقه فيكم في الله وفي الميمه اللي في القبر والميمتك اللي في القبر المرضي راك مرضي السي عبد اللطيف انا مزوقه لك في ميمتك الا ما يشوف محاري صيفطني للتحقيق انا وياهم هاد العيالات واختي صيفطني انا وياهم للتحقيق صيفطني انا وياهم للتحقيق ولا غلطت شي حاجه صيفطني باش ما بغيتي للحبس انا كنقول لك وعندي ورقيه وعندي ما يثبت لا كارت لاسيون عندي الاراثه عندي ثبوت النسب عندي اي ورقه كيطلبها العدل والقانون عندي السي الحموشي وسي ولي الامن سي ولي الامن الله يعطيك ما تمنيتي عند الله الله يعلي درجتك بالحق والقانون نسوا السي عبد اللطيف انا مزوقه فيكم وفي الله الا ما فتحوا معايا الملف وحيدوا عليا الظلم وحيدوا عليا هاد الغمه راني تغممت واش اسيدي انا قادر ندير شي حاجه غيبه انا ما عندي صحه ما عندي كوين انا عندي نتوما والله هاد العيالات غلبوني وهاد الناس غلبوني وما كيدعوا فلوس وانا راه دايرها في الرشا في الزنقه يلا مؤخرا صيفطوني بيومين صيفطوني بيومين صيفطوني 8 البوليس وهزوني من الفراشه ديالي هي عندي ورقه وكيل الملك الورقه اللي صيفطوني بها عطا ليا وكيل الملك اللي كيعطي وكيل الملك هي عندي يا استاذ السي حموش هي عندي بس صيفطوني بيومين وقولوا لي انت ريشيرشي واش انا كندور في السوق ديال المدينه القديمه في جامع السوق وقالوا لي انت 15 يوم انت ريشيرشي في واحد الكوميسير يلا غيتحول راه تحول دابا الكوميسير الاول الكوميسير الثاني ومعاهم الضباط ديالهم هذوك سميتهم لي زانسبيكتور ديالهم كلهم واخدين من عندي الفلوس وكلهم داروني في قاعي طلحوني في الزبل حاشاك السي حموش هادشي اللي غادي نقول لك وعيط عليا لابيجي ولا لقيتي شي حاجه يدك طويله عليا انا راه بنتك انا راه بنت المخزن وبنت القانون انا راه عارفني كلشي العالم تيعرفني العالم تيعرفني السي حموش تيعرفني بالمعقول انا ما كنكذب حتى على حد
كنقول لك الحقيقة، عيط عليا شي بيرو وحقق معايا وانا عاود لك بالتفاصيل بالسميات وبالكنيات وبالدليل والحجة. أنا مزوقة كالسي عبد الطيب.